هنكمل بقى في حلقات واحد من اوسخ واقذر المسلسلات اللي اتعرضت على كارتون نتورك. في الحلقه دي بقى انت هتكتشف ان هم بيحاولوا ان هم ينشروا ادمان المخدرات في الاطفال من وهم لسه عيال صغيرين عشان لما يكبروا يشوفوا ان الامر دوت امر عادي. ده غير طبعا ان في مشاهد كتير قذره في المسلسل اشبه ما تكون بمشاهد اباحيه، فلو انت اقل من 18 سنه فالحلقه دي غير مناسبه ليك اطلاقا. الحلقه الثالثه من مسلسل مورال اورال بعنوان تشاريتي او الصدقه. بتبدا الحلقه بان احنا بنشوف الاب ومعاه مورال وهم رايحين عشان يشتروا لبن من المحل بتاع البقاله، ولكن مورال بقى بيشبط في بوكس كده وعايز ياخده او ياخد الصندوق ده عشان يحط فيه اللعب بتاعه جيزس، يعني بياخد كده ومعاه شويه اصنام بيلعب بيهم او ما تعرفش بقى بيعبدهم وعايز يحطهم في الصندوق ده. المهم ان الصندوق دوت هو صندوق بتاع الباندج او اللي هي بتاع اللي بيحطوها لما تتعور، فهو كان عايز الصندوق بس. فابوه بيقول له خلي بالك احنا مش لاقيين الفلوس في الشارع، انا مش هعيد لك على بنك. وبدا بقى يديله محاضره في ان يا ابني الفلوس مش بتيجي بالساهل وما الى ذلك، لكنه بيوافق ان هو يشتري الصندوق اللي هيحط فيه اللعب. قال له بس انت استعمل الباندج اللي جواها ولما تخلص الصندوق يبقى استعمله كصندوق للعب. الراجل بتاع المحل بقى بيكون سامع الحوار وبيقول له طيب انت لو محتاج فلوس ممكن تيجي تشتغل معايا وهديك يعني 25 سنت في اليوم او ايا مكان المبلغ اللي انا عايز اديهولك، هيوصل له طلبات. من الاخر كده الراجل عايز يستغله. طبعا بعتذر جدا لو صوتي هتلاقوه مش احسن حاجه، والله عندي جيوب الانفيه بايظه، يعني ادعوا لي بالشفاء العاجل. الاسره بقى بياخدوا بعضهم وبيروحوا الكنيسه كالعاده، ولكن زي ما انت شفت الاسيس ده الحلقه اللي فاتت احنا شفنا ان هو انسان لا متدين ولا غيره، هو بس شغال في وظيفه الاسيس دي عشان ياخد مرتب، وبيبتدي ان هو يكلمهم عن الفقراء والصدقات. ولكن بقى لاحظ الطريقه اللي هو بيتكلم بيها على الفقراء، بيقول لك ان هم ناس ما عندهمش لا بيت ولا هدوم ولا لبس، وعمال بقى تحسه بيسفه منهم بيحتقرهم. ودي طبعا مصيبه انك تزرعها في عقل عيل صغير، انك تعرفه ان الفقراء دول حاجه انا اسف يعني حقيره، او ان انت تبص لهم بصه احتقار. بتزرع من الاخر كده حاجه اسمها الطبقيه، وان بقى كل واحد بيتعامل مع التاني بناء على مستواه المادي. في نفس الوقت اللي القسيس عمال قاعد بيهري فيه بتلاقي الاب وهو قاعد عمال بيتكرع وبيتجشا وعماله بقى بتطلع من بقه فقاقيع. طبعا زي ما انت شفت الحلقه اللي فاتت احنا عرفنا ان الاب مدمن على الكحوليات، فواحده من الفقاقيع دي طلعت فمراته كده زي زقتها فراحت عند واحده تانية وطلعت ريحه كريهه. بنرجع للقسيس اللي بنلاقيه عمال بيقول للناس اللي قاعده ان الالهه ما خدتش من الناس ديت فلوسها وشعرها المستعار وهدومها عشان استغفر الله العظيم يعني الالهه حمقاء او غبيه، ولكن هم اخذوا منهم كل حاجه عشان بس يختبرونا يشوفونا احنا هنديهم صدقه او لا. مورا اللي طبعا كالعاده اول ما بيسمع الكلام المواضيع دي بترشق في مخه، يعني هو عيل غبي شويه او غبي شويتين، فاي حاجه هو بيسمعها بيروح يطبقها بالحرف زي ما انت شفت في الحلقه اللي فاتت لما راح ولقح كل ستات الحته عنتيل ما شاء الله. بالمناسبه لو انت شفت الحلقه اللي فاتت ارجع شوفها فايتك كتير والله العظيم، بغض النظر عن ان هي كانت حلقه كارثيه وما تنفعش للاطفال ولكن الموضوع كان كوميدي جدا. مورال بعد اول يوم في الشغل ليه بياخد مبلغ محترم من الراجل اللي هو بيقبضه اللي هم 25 سنت، وعليهم كمان البقشيش او التبس اللي بياخده من الزبائن اللي هو بيوصل لهم الاوردرات لحد البيت. وهو مروح لبيتهم بيلاقي كده في زوايا من الزقايق راجل شكله يعني هدومه وحشه وشكله هو قال ان هو فقير، فبيدخل الزواق وبيطلع كل الفلوس اللي معاه وبيقول انا هديها لك عشان انت فقير، كانه بيعايره يعني وعشان انا كده ربنا هيرضى علي او جيزس هيرضى علي. فالراجل في ساعتها بيقول له لا لا انت طالما انت عملت معايا حاجه لازم اعمل معاك حاجه. فالراجل بيطلع كيس ابيض اللي هو بالمناسبه ده مخدرات، يعني تخيل بيدي طفل صغير مخدرات وبيقول له لا انا اديتك الفلوس مش عشان عايز منك حاجه، قال له لا انا هديها لك وانت هتجيلي بعد كده على طول عشان تاخد نفس الكيس. فيما معناه ان هو بيجر رجل الولد عشان يبقى مدمن مخدرات وبعدين يبقى زبون عنده بقى ويختني ايه على قفافه كل يوم الواد يجي يديله الميه بتاعته. مورال بيرجع على البيت وبيقابل ابوه وبيقول له ده كان اول يوم شغل ليا وانا اخدت المرتب بتاعي واديته لواحد فقير كده في زواج. ابوه بيقول له ليه ما كنت مثلا ادي نص الفلوس وشيل معاك النص. مورال بيطلع بعدها على الاوضه بتاعته وبيطلع الكيس وكمان الولد اداله بايب عشان ينفخ فيها، يعني كان ناقص له بس كانشه، وبعدين بيولع وبيعمل بقى دماغ وبيروح. بنلاقي ان مورال خلاص بقى مدمن مخدرات، تحت عينه بقى اسود وشاحب، عينه بقت بتحمر كانه شارب حشيش او حاجه، وضعه بقى وضع مزري. مورال ابتدى الموضوع معاه يقلب زي ما بقول لك بادمان، ولما بقى في يوم كان خلاص خرمان خالص اليوم دوت هو اخد يوميته واخد كمان تبس من الزباين، فبيقول للراجل اديني فلوس اكتر، قال له خلاص ما احنا ما عندناش اوردرات تاني النهارده. فالولد بيبتدي ان هو يتجنن وبيطلع ويمسك الراجل بتاع المحل ويضربه لان هو خلاص بقى عايز فلوس باي طريقه، بقى حرفيا مدمن على المخدرات اللي بياخدها من الديلر. فبيطلع يمشي في الشارع شبه المجنون مش عارف يجيب فلوس منين، لحد ما بيكون معدي قدام بنك الدم ومكتوب عليه اعلان انت تعالى اتبرع بس بجزء من دمك واحنا هنديك 10 دولار. فبيخش على الدكتور اللي جوه بيقول له عايز اتبرع بالدم وادوني فلوس، فالدكتور لسه عمال بيدور في دراعه عشان يحاول يلاقي له ايه
فيه عرق يضرب فيه الابره. فبنلاقي ان مورا بيقول له هات هات، بيسحب من دكتور السرنجه. من الواضح ان الولد مبقاش بس بيتعاطى المخدرات اللي هو بيشوفناها في البايب، ولكن كمان ده واضح ان هو بقى بيضرب ابر. فدي برده مشكله ثانيه، انت بتعلم اطفال صغيرين ان هم لما اخذها يبقوا سرنجاتيه، يبقوا مدمنين، وبتوريهم ان الابر دي حاجه عاديه وعايب في سنك وعملها. فبياخد منه الابره، بيضرب الابره، وكمان بيحط لنفسه الباندج، وبياخد ال10 دولار وبيروح بعدها عشان يشتري المخدرات بقى اللي هتعدل له دماغه وهتكيف. بيطلع على تاجر المخدرات وبيقول له الفلوس ايه، وانا عايز بقى مخدرات من اللي انت كل يوم تديها لي. ولكن الحكومه بقى بتكون عامله لهم كمين، بتستناهم لما يجوا في حاله تلبس، وبتيجي قبض على مورال ومعاه تاجر المخدرات. طبعا الاب بقى بياخد مورال، وككل حلقه عشان تبقى انت متعود بس، هتلاقي كده ان الاب اخده في الاوضه اللي هو بيبقى قاعد بيشرب فيها الخمره، وهتلاقي مورال بيرفع بنطلونه. من الواضح ان الاب بيمسكه بيجي شمطه علقه بالحزام على التوته بتاعته، لان هو بيقعد يحك في المؤخره بتاعته بعد ما يخلص الضرب. الاب بيقول لمورال بص انا هاخد كميه المخدرات اللي اتبقت معاك وهبيعها، والمكسب بتاعها اللي يطلع هتبرع بنصه للكنيسه. لكنه ما جابش سيره على النص التاني من المخدرات هيعمل بيه. من الواضح ان زي ما انت شفت الاب طول الوقت خرمون وضايع وعقله بايظ من الكحول، من الواضح كمان ان هو بيتعاطى مخدرات، يعني ما فهمش رب اسره ازاي. دي كانت الحلقه الثانيه من مورا الاورال، واللي انا بعتبرها يعني حلقه ايه متوسطه. الحلقه الثانيه بقى اللي بعد ديت اللي هي الحلقه هتبقى الحلقه الرابعه، بص انت هتشوف فيها حاجات غريبه. يعني انا مش عايز احرق لك حاجه من دلوقتي، بس فعلا استنى الحلقه الجايه ديت، حلقه اجرام والله من غير اي نوع مبالغه. يعني الحلقه اللي احنا شفناها النهارده دي حلقه كده متوسطه، الحلقه الجايه قذره لابعد الحدود. اظن بقى مش صعب ان احنا نوصل المقطع ده باذن الله تعالى 10000 لايك، ويا ريت توعوا الناس وينشروا الفيديو ده في كل مكان. واستناكم بقى في الحلقه الجايه. كان معاكم محمود زايد، سلام.